يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انا وديكي وزوجتي. يا سلام، شوف شوف المشيه كيف غاده، شوف شوف المشيه بلاتي بلا بس نضربوا شي تفاحه. هذا واخا تاكل معاه التفاحه، تاكل معاه البنان، الدنيا هانيه. يا سلام يا سلام يا سلام، هذه ليمونتي، خبع هذه بلاتي. اين شي تفاحه الشريفه؟ الله يا ودي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ديك ديك، اسمع اسمع، استفد. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك. يا سلام، شو شو على وسام حصل عليه هذا الديك؟ قال لك لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاه. هذه هديه لكل المتتبعين، الله يحفظكم. يا سلام. ولكن شوف اخوتي يا اخي الكريم، تربيناش الكلب صاحبي، تربيش الكلب الا اذا كان كلب حراسه او ماشيه او صيد. نعم، تربيش الكلب صاحبي، ربي شي حولي، ربي شي حولي، شوف ربي شي ديك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا اصدقائي الفضلاء الكرام، والله اني احبكم في الله. فاليوم ان شاء الله عندنا العصير وعندنا الديسير، والله نعم. فاخوتي بغيت نقول لكم، بغيت نتكلم على واحد الظاهره سيئه عندنا في المجتمع المغربي ديالنا، والظاهره هذه كانت عند اليهود والنصارى. نعم، واليوم حتى المغاربه خداوها. كاين بعض المغاربه كيحبوا التقليد الاعمى، كيحبوا التقليد ديال القارئ القرده والخنازير والعياذ بالله، حيت القرد اي حاجه خايبه كيعملها. معروف هادشي، معروف عندنا هادشي. هذا راه ما كنجبدش هادشي من راسي اخوتي. اسمع، الكلب كاين بعض الاسر ديال المسلمين، كاين الزوج والزوجه ديالو غاديين كيتساراو مثلا في الطبيعه ولا في المدينه، فهمتي، كيديو معاهم كلب، كتلقى جوج ديال، فهمتي، الزوج والزوجه ديالو والوليدات ديالهم معاهم كلب، الكلب الثالث ديالهم خداوه يعني كانه صديق. والكلب يا حبيبي بصراحه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله قال بان الكلب والكلب نجس. اسمع، كما جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ، نعم يعني الكلب، اناء احدكم فليغسله سبعا، وعند مسلم فليغسل يعني اولاهن بالتراب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام. واليوم ان شاء الله بغينا نخرجوا للوجود هذا الديك، يمشي معايا انا والزوجه ديالي. هانتوما تشاهدوا هادشي خويا اخوتي، وبغينا هادشي يخرج للوجود. مرحبا مرحبا، يلا اجوا معي، فاصل ونواصل. لا اله الا الله، يا سلام على ديكي. فايها الاحباب الكرام، هذه واحد السنه مهجوره شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وعند سماع نهيق يعني الحمير ونباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها الكرام أشكركم جزيل الشكر على المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وأحييكم ثم أحييكم بتحية الإسلام، محبكم وحبيبكم عمار أبو حفصة النحيلي. يلا شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. ديكي ديكي ديكي، يلا السلام عليكم.